وعن الأوضاع في مدينة درنة ينضم إلي عبر الهاتف رئيس المجلس المحلي للمدينة السيد عوض لعرج. سيد عوض أهلا بك. بداية، ما هو الوضع داخل المدينة وخاصة الوضع المعيشي مع هذا التضييق على السلع الأساسية ودخول السلع الأساسية للمدينة؟ أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. الوضع المعيشي في درنة زاد الأزمة سوءا. هناك نقص شديد في المواد الغذائية وفي الوقود. محطة التحلية تعاني من نقص شديد في الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد ومحطة تحلية المياه. ان الوقود الخفيف يعانون من نقص شديد فيه. المخابز لا يوجد لديها دقيق. هناك 11 ألف كيس دقيق مخصص لمدينة درنة موجودات في مخازن سلع أمونية في جرنادا، لا نستطيع إدخالهم للمدينة. الوضع بصفة عامة وضع سيء. هناك نقص شديد في معدات التشغيل للمعامل في مستشفى المدينة. هناك نقص في الأدوية اللازمة لمرضى السكري ومرضى ضغط الدم. الأمور الإنسانية صعبة في درنة وكل يوم تزداد سوءا. نعم، اليوم هناك حديث عن منع شاحنات دقيق، وكان لكم تصريح بأن الميليشيات التي تحاصر المدينة قد منعت. لو تضعنا في تفاصيل ما جرى. للأسف أن هذا الخبر جاءني بصورة مغالطة. الخبر صحيح هو أن هناك كميات من الدقيق موجودة في مخازن سلعة تموينية في درنادا، لم نستطيع الحصول عليه للمدينة، لكن لا توجد هناك أي شاحنات تم إرجاعهن. إذن يمنعون خروج هذه الشاحنات من جرنادا. الوضع هو يعني سواء جن شاحنات أو لم تأتي لا يسمح لها بالدخول. لقد منعوا شاحنات دقيق الأسبوع الماضي من الدخول. نعم، طالما أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، إلى أين وصلت أنتم جهودكم، خاصة أنتم تتواصلون مع بعض الجهات والأطراف السياسية والدولية الحقوقية، إلى أين وصلت هذه الجهود؟ هل هناك بوادر على الأرض أي عمل، وخاصة من الحكومة في طرابلس؟ هناك بوادر على الأرض، هناك إغاثة جاهزة للإرسال، ولكن المشكل الوحيد هو عدم حصولنا على معابر أو منافذ آمنة لتوصيل هذه المواد الإغاثية إلى المدينة. وهناك باخرة يتم تجهيزها الآن، أو مجموعة بواخر في عدة مدن من ليبيا، وأنا اتصلوا بي العديد من الجهات الذين يحاولون إرسال الإغاثة إلى مدينة درنة. نعم، ولكن الوضع الآن هو تأمين ممر آمن لهذه الإغاثات، ونحن نطالب برفع الحصار عن هذه المدينة، نظرا لأن هناك أناس لا يستطيعون الخروج من المدينة، هناك ناس مرضى وهناك ناس عاملين بطرابلس وهذه المدن الأخرى أصبحوا محتجزين في درنة ولا يستطيعون الخروج منها. نعم، طيب، ولكن يعني أنا أتحدث عن جهات مسؤولة، ألا تستطيع هذه الجهات فرض أمر واقع دخول درنة عن طريق البحر على الأقل، وليس بأن تفرض على من يحاصر درنة في البر؟ يعني هذه السلطات هي سلطات تتعامل مع المنظمات الدولية ولها نفوذ كما تقول مع المنظمات الدولية، ألا يستطيعون الضغط على المجتمع الدولي في هذا الاتجاه؟ نحن طلبنا من الجهات المحلية وجهات الدولية استخدام ميناء درنة للدخول المواد الغذائية، واستخدام سلطاتهم أو علاقاتهم بالجهة المحاصرة المدينة، ولكن إلى الآن لم نسمع أي انفراج عن هذا الموضوع. نعم، كان هناك اجتماع لمجلس حكماء وأعيان درنة وأيضا المجلس المحلي ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة المصالحة، واتفقوا على
ربما إصدار بيان استغاثة أخير، ما الذي يعنيه مثل هذا البيان؟ هذا البيان يؤكد أن مدينة درنا تطالب برفع الحصار الظالم على هذه المدينة فورا، تؤكد بأن وهي تناشد أهالي مدينة درنا، أكثر من 120 ألف مواطن ليبي يعيشون في مدينة درنا، يؤكدون بأنهم مع دولة قانون المؤسسات، ويطالبون الدولة وجميع المؤسسات الموجودة في ليبيا، ويطالبون الجهات التي لها تأثير في المشهد الليبي بالتدخل لحل هذه المشكلة. أيضا هناك مطالبة لهم بأن أي جهة أو أي وفد من أي جهة كانت، سواء كان محلية أو دولية، يريد أن يتعرف على ماذا يجري في درنا، عليه الدخول إلى مدينة درنا وليس الجلوس مع أي شخص خارج مدينة درنا. وهناك أيضا تأكيد في بيانهم على أن المجلس المحلي هو الجهة الوحيدة التي تمثل درنا خارج مدينة درنا. نعم، السيد عوض لعيرج رئيس المجلس المحلي لمدينة درنا، أشكرك جزيل الشكر.